عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا شباب البوم. يا عامر يا سليمان سمي يمه. يمه هذه حافظتين جريش، خذ واحدة الأم نواف وواحدة البيت أم موضي. أبشر أبشر. يلا يا سليمان. هلا. تعال تعال خذ الحافظة دي يلا، ودها البيت أم نواف، وأنا بودي هذه البيت أم موضي. بس بيت أم نواف أبعد. سلامات، لا تصير كسول أنت، حرك رجلينك يلا. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا جريش من الوالدة، حبت تذوقكم منه. يعطيها العافية ما قصرت. متى أجي أخذ الحافظة؟ والله ما أدري، بس أكيد أمي راح تطبخ وترسلها لكم. طيب متى تتوقعين أمي تطبخ؟ يعني إيش دعوة، ما عندكم إلا هالحافظة؟ عندنا حافظات كثير، بس تعرفين أخاف أروح تسألني تقول وين الحافظة، وراك أنا وصيتك عليها، بزر أنت وأنا ما جبتها زي كذا يعني. موضي سمي يمه. هنا تاكل خشب يا شيخ، روح والله ما تفوز. هنا تاكل خشب. انا اوريك اللعب يا غشيم. يا تقوم يا واد يا جلد. يا سلام عليك يا شكش، روح. عامر عامر عامر، ها وش بك انت؟ حافظ الليمون؟ ما فيني شيء الا بك. طب ولد عمي وعارفك زين، ناقصك دراهم ناقصك شيء. يا ابن حلال ما فيني شيء، وراك انت لا تغثني. ارحمي يا ناس. حبل العسيري على ولي فنتل قلبي من قصار. قد حبيت؟ حبيت؟ لا. شلون تدندن بالعود وانت ما قد حبيت؟ وكل من دندن بالعود يحب، هذه هواية وموهبة. مرة وجهك ها ولا واثت غارت مشوشك، مين مع الحصوم لك؟ وانت وش دراك؟ باين عليك مكتوب على جبهك انا احب. والله ما ادري هي محبة ولا خمة ولا عشانها بنت جيراننا. زين هي. وش دخلك انت؟ لا قاصد عشان بتطق الباب وتريح قليبك وتخلي خيك نافتج السناب تعطيك العلم. والله فكرة. تفضل. سلام لأحلى أخت بالدنيا يا شيخ. ايه ايش عندي؟ لا لا بس جبت لس فلات وايت. والله جاء في وقته، شكرا. راي مذاكرة واجد. بالعافية، بس أبي اسم موضوع مهم. شيك؟ اسمي يا خيتي، أنا أمام منعطف خطير بحياتي واحتاج فزعت. لا تتفلسف، أخلص أخلص، ايش عندك؟ صح. وش رأي اسم موضي؟ موضي بنت خالتي؟ لا لا، موضي بنت جيراننا. ايش رأي فيها من أي ناحية يعني؟ من كل النواحي. يا أخي لا تلف وتدور، قل وش تبغى؟ أنا بتزوجها على سنة الله ورسوله، وبشوف هي تستاهلني ولا ما تستاهلني. تبي الصدق؟ هي ما تستاهلك. أفا، طب ليش؟ هي تستاهل واحد أفضل منك. أجل اسمعي، أبي تروحين لها وتجسين النبض علشان مو راح تقدم لها وبعدين تكسحني. أوكي خلاص نشوف. وش عندك اختبار بكرة؟ والله عندي فيزياء مرة صعب. أجل اسمعي، بكرة يحضر لس أحلى فلات وايت.
إذا كذا بجلس النبض وأعلمك. كافو يا الأخت البطلة. وقف 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 وقف. سلامات، وش فيك مهبول انت؟ ليه؟ تلعب بالبيت هنا بالحوش، كسر اللمبات، كسر القزاز، وش ذا؟ بعدين ابوك كبير سن، ما تستحي على وجهك انت. اجل وين العب؟ تلعب الحديقة، تلعب بالحارة، قدام بيت ابو موضي، اي مكان الا البيت. امي تخاف علي، تقول لا تطلع برا. اكيد تخاف عليك، بس لو انا رحت معك عادي. تبي نروح نلعب قدام بيت ابو موضي؟ ليه قدام بيت ابو موضي؟ على اساس الشارع حقهم كبير ينفع للعب. يلا يلا يلا. اسمع يا حبيبي يا سليمان، اللعب بالبيوت خطا، لانه ممكن تكسر لمبه، صح؟ ممكن تضربها بالشباك، ممكن تزعج امك بالمطبخ، ابوك يقوم من النوم. زي ما قلت لك، اي وقت تبي تلعب بالحديقه بالحاره انا تحت امرك. اوكي اوكي. كيفك بالراس؟ فنان. عدل، شوف رح هناك وانا برفعها لك. يلا يلا. أباك ترتقي، ها؟ ما عليك ما عليك. يلا. أوف، تسطحت ببيت موضي. الله لا يوفقكم بالعيال جيران. يبقى لا تدعي، يمكن ما يقصدون. لا يا شيخة. يا أخوي نكبتنا، سطحت عند بيت موضي. هذه أحلى نكبة بالحياة. اسمع، أنت رح لبيتنا وانا بجيب الكره واجيك. انت موعدني تودي الحديقه. اي موعدك، بس هونت على كيفك هو يا اخي. اي على كيف يا جل، على كيفك. اي على كيفي يا ابوي، كره كورتي، وما جبت اقسم بالله العلم ابوي. اقسم بالله، والله متحمس الورع. خلاص ابشر ابشر، ابوك يا النشبه. تعال. يا هلا ويا مس، هلا هلا بعمي، هلا والله وغلا. المعذرة يا عم، سليمان شاتها بالغلط، قايل له لا يشوتها بوز، لكن الله يهديه بزر ما يسمع الكلام. لا يا شيخ، ناظر ايش سويتوا، ناظر ايش سويتوا، لعب فيني الشاهي وسبى كورتكم، ما تعرفوا تلعبون؟ الله يهديكم بس، الله يهديكم. افسخ ثوبك، غسله لك غسيل مستعجل، على حسابي. لا يا وليدي، ماني بحاجك لا انت ولا قروشك. الحمد لله عندي غسالات هلا كثرهن، ولا بعد لا اغسل ثوبي. بعدين شوف لك لون كوره احسن من هاللون الازرق. لا خذ. عندك عقده من اللون الازرق؟ ما هو بشغلك. طيب ابشر ابشر، بس لا تطلع عند الناس كذا، والله يا عم ثوبك يفشل مره. ترى يا عم هو اللي مسطح الكوره. ها ها، بالغلط بالغلط، انا كنت برفعها له وسبحان الله طبت بيتكم وجت بالشاهي، ما كنت ابيها بالشاهي انا. يلا يلا يلا، اهلكم اهلكم، ولا عاد تعودونها. ابشر ابشر، ولا صيويه صعبه قويه. اسمعي يا موضي، انا جاي اكلمك بموضوع مره مهم، ما ابيك تجامليني فيه ابد. عسى خير. ان شاء الله خير، وبدون مقدمات، عامر اخوي ودي يتقدم لك، بس ودي اعرف رايك قبل لا يجي يخطبك. والله صراحه نفس صدمتيني، بعدين انتم جيراننا من زمان ونعرفكم، ما شفنا منكم لك الخير، بس يعني هالمواضيع يبيلها تفكير. أتفق معك، أبد فكري وخذي راحتك، وهالمواضيع ما تجي بسرعة، وإن كانك ما تبغين أخوي عامر لا تجاملين، علميني، أنا أعرف شلون أقفل مع هذه المواضيع. لا تفهميني غلط، بس أعطيني يومين وأرد لك الخبر. خلاص تمام، أجل أنا أستاذن. طب خليني أشوف لك الطريق. نوف، رسمتني انا، يعني تحبني؟ طب وش اسوي الحين؟ اخذ ابوي ولا اخذ امي ولا اخذ سنتي؟ وش تاخذ امي؟ امي تعرفه من يوم انه بزران، خلك ثقل يا اخي. اي صح. طيب وش اسوي؟ اسس نفسك اول، كيف تتزوج وانت الحين تاخذ مصروف من ابوي؟ شفتي كيف؟ مثل ما قلت لك، أنا أمام منعطف خطير بحياتي. عشان كذا أنت لازم تعرف، هذا زواج مو بلعبة. يا بنت الحلال لا تعقدينها، أهم شيء الستر والاستقرار، وبعدين بارك الله في امرئ جمع رأسين بالحلال. أيوه، وين بتسكنها؟ كيف بتصرف عليها؟ سهلات، المصروف اللي يجيني من أبوي أقسمه بيني وبينها،
والغرفة حقتي كبيرة ما شاء الله، سرير نفر ونص يكفينا أنا وياها، بس في مشكلة. ما لها دولاب. تستهبل أنت مهبول، أهلها مستحيل يزوجونك وأنت ما عندك وظيفة، لازم تتوظف. يا ميم 12، يا ميم 12 طمني، كيف الامور عندك؟ كل شيء تمام؟ اوكي اوكي. حيا عامر، حيا عامر. ما شاء الله تبارك الرحمن، بسم الله عليك يا ولدي. وهذا كله بفضل الله ثم دعاء اس ودعاء الوالد. ايه هذا ولدي كابو ولا ابوك كابو. ما شاء الله ما شاء الله، الله يوفقك. إيه هذا أخوي رجل أمن. يا ميم 9، يا ميم 9 أفتح البوابات. ها أنا جاي بالطريق. يمه عاد أنا أستأذنكم، تمرون شيء؟ أبد سلامتك. أقول تذكرت يمه، خذ هالسلة وين أمك. لا يمه وراي بصمة، أخاف يحطوني غياب. طيب خلاص خلاص سليمان، تعال خذ هالسلة ود هالبيت خالتك أم موضي. أبشري. استريح وقف. يا ميم 9 افتح البوابات أنا جاي، بس متأخر شوي عندي مشوار ضروري. ولا يوديها ولا شيء يمه، سيارات تصدم، هذا صغير بزر ما ينفع. يلا 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 رح بتتأخر على دوامك. عادي أتأخر مو مشكلة، أوديها وين؟ البيت أم موضي. أبشري أبشري ما طلبت شيء. إن شاء الله. استر مواجهتي يبا. هلا والله بالموتر البطل. ددير بد ددير بد ددير بد دربد 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 دربد. افتح. الفاتنة اللي على قلبي تموت هي صباح الخير، نظرتني وسلهمت ذيك العيون، الغزل والشوق واسرار الحكي. الفتنة اللي على الدنيا مشت كني ما بهمت لها احد المشى الكلام. نداء الى الاخت موضي، انا عند باب بيتكم، امي مرسلت لكم كليجة. نداء الى الاخت موضي، انا عند بيتكم، امي مرسلت لكم كليجة. لو سمحت تعال استلميها عند البوابة لو سمحت. خير انت ايش فيك؟ كل الحارة درت انك جايب كليجة. تعرفين وراي بصمة واخاف اتأخر. ما شاء الله توظفت؟ ايه توظفت، وصرفوا لي جهاز واعطوني سيارة. عادي اذا تبين تشوفينها اصد وانتي اطلعي شوفيها. اوكي اوكي. ما شاء الله، الله يعطيك خيرها ويكفيك شرها. امين. خلاص شفتيها؟ ايه شفتها. اجل صدي بلتفت. والله برافو عليك عامر، توظفت كذا بسرعة. تعرفين وراي زواج وسفرة، بنروح المالديف أنا وزوجتي وفي الأم هناك. عاد تدري والله ودي من زمان إني أروح المالديف. أبشر أبشر بعزس، بتروحين قريب بإذن الله. أبوس جائز بنسكر الباب. هلا والله ومسهلا. خير وش السالفة؟ لا بس جبت لكم كليجة. ها دلت تشتغل توصيل طلبات المطاعم. أم عاد مطاعم ما تشوف يا عم، هذه شركة بحر الأمان للأمن والسلامة،
انا توظفت. ما شاء الله، الله يوفقك ويسهل امرك، بس اهم شيء عسى الراتب زين. عفا عليك يا عم، تصدق اخوياي اللي قبلي كلهم فتحوا بيوت، اللي تزوج بنت عمه، واللي تزوج بنت خاله، واللي تزوج بنت جيرانهم. الله يوفقك يا عامر، وانت انسان طيب ومحبوب ما شاء الله عليك، وتستاهل بنت الحلال ان شاء الله. يعني استاهلها؟ من هي؟ بنت الحلال. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. عامر حدد موقعك، عند اي بوابه؟ انا عند بوابه عمي بموضي، استلم. اي فرع هذه البوابه؟ هذه فرع حي غرناطه، استلم. بعد اذنك يا عم، تعرف انا عندي التزامات، مو مثل اول. تغيرت مو على خبرك، صرت كويس وممتاز وموظف. تمنى شيء؟ سلامتك سلامتك سلامتك. ابد انا تحت امرك، اي شيء تبيه انا حاضر. زين زين على خير، ما تقصر ما تقصر. فما الا. صح الكليج الكليج يا عم. معليش والله اسفين. فما الا يا عمي. مع السلامة. أبوك يا البلشة، البنك قالوا لي بيعطوني قرض 80,000. بس ما أدري يا ولد العم، بس والله معوك سمعي، إن جبت يمين راحت يسار، وإن جبت يسار راحت يمين. يا ابن الحلال هون وتهون، دامك جزام تبي تسهل، وأكيد أبوك يبي يعاونك، وأبشر ب10,000 من أنا وأبوي. كفو والله يا ولد العم ما قصرت. وغير كذا، عمتي هدى تتكز لك غرفة نوم، عمتي حصة، فرن، عمتي منيرة، ثلاجة، حامد إن شاء الله تبي تزين. الله يسعدك مثل ما سعدتني. أجل الحين أضبط الأمور. حسك وجودي وانت بالدنيا عندي، وانت في قلبي الأولى وانت الأخيرة. هالحب لو ينشاف وابو حسدي، شفتي من الإحساس ما يكفي ديرة. يا هلا حياكم الله، وهذه الساعة المباركة، الله يوفقنا وياكم إن شاء الله، والله يتمم على خير ان شاء الله. الله يتمم لك على خير يا وليدي، ويجمع بينك وبين موضي على الخير والسعاده. اللهم امين يا رب. اللهم امين يا رب. اللهم امين. يلا سلام عليكم. الله يحفظكم. امان الله. امان الكريم. حياكم الله. يا هلا يا هلا والله ومرحبا. أنت كذبت علي وعيشتيني بوهم. طب ليه؟ ليه تقولين أنها رسمتني وتبيني؟ ليه؟ رد علي ليه؟ تدرين أنا وين وصلت بأحلامي؟ تدرين ولا ما تدرين؟ أنا ترى ما توظفت وكرفت ليل ونهار إلا علشان أخذ قرض وأتزوجها، بالأخير يجي واحد يأخذها مني. طب ليه؟ ليه؟ حسبي الله عليكم، الله لا يوفقكم كانكم شلعتوا قلبي. ولا كلمة ولا تقولين ولا كلمة، ما بيستسلم. اسكتي. حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل. انت ما تدرين موضي وش بالنسبة لي. كان احساس ما قد حسيت فيه معها. تبيها بتزوجها بتزوجها. الله لا يوفق، الله لا يوفق. وإن كان هي ما تبيني الله لا يوفق، إن كان لعبت علي الله لا يوفقكم كلكم. هو محبول أنت ولا مجهز لي الحين كل اللي يحتريك تحت؟ أعرف ذا الوجه المخيس اللي تعطيني إياه كل ما جاك واحد. أنت وش تبغين؟ دكتور راتب 40,000، عنده فيلا، كل شيء اي بنت تبيه عنده، وش تبين؟ ترى هبلتيني انا وابوك لما جاك واحد ما تبينه، انت وش اللي في بالك بالضبط؟ اقسم بالله ما تاخذيني له، قومي غسلي وجهك بلا دلع، انت الحين ما تعرفي مصلحه نفسك، بكره تعرفين قيمه كلامي، قومي. Thank you.
سهرني عني بكيني يا ليل من الهوى الشوق كيف انه يسهرني عني يبكيني يا ليت القلب ينسى بس ما ظنه انا محتاج لشيء ينسيني حبيبي كيف ترضى الهم والونح وانا فيني من الدنيا ما يكفيني عطيتك روحي وعمري بلا منه وحطيتك من العالم وسط عيني عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدفة بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم 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 شباب البوم يا ضحكة والبسمة دائما مرسومة على هالشفاه نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه شباب البوم دائما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان عنا شباب الحين انت وراك جالس في الزاويه كانك مفك صلصه ورا ما تطب تتحرك خذ لك فره شايفنا بالتونيا ورع بعدين وش وضعك انت وخشت الفحم ذي اللي لابسها يا للذبه النايمه ذبه نايمه مب نايمه تبيني اسبح طب ولا ما تعرف تسبح وخايف تغرق يا حبيبي سبحنا في محيطات مو بعاد شاليه وصل 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 وصلت العصيرات مين قال عصير جئت وجابك الله انا ابغى البوكس كامل ابغى اخذ لي كم سناب على المسبح يا ليل التشخيص النايم مسوي فيها في المالديف انت عطني فوكادو بالله شكرا لا تعطيه خذ العصير وذبه في المسبح نبغى نشوف يعرف يجيبه ولا لا لا يا شيخ مسوي تحجر ذبه اذا ما جبته بسناني ما اكون عامل يا ابوي اعترف تعرف تسبح ولا عليمي عليمي انت واشكالك ذبه علمك من العليمي الحين ذبه هيا جيبه يا عيال وش سالفكك؟ خلنا نروح الاستراحة استراحة انت ما مليت من الاستراحة؟ يلا وش عندك جدول؟ متعنا سمعنا عندي نستاجر دراجات وكذا لفلفة فادي حنيفة ولا كيف يا عامر؟ ها؟ يا عيال ابي اصير كابتن طيار كابتن فريق ما تقدر وانت حتى لحق كور ما تقدر يا ورع ايش فيك تحطم خوينا؟ ما عليك منا يا عامر تراك تقدر قدها وقدود حقودي تري حقود ما انا حقودي انا اعرف عامر ما يقدر دامك دخلتها براسي يا كفته اذا ما سويتها ما اكون عامر يلا يلا يا شكوش الخط مثلث يا سبها انا اللي مهاجم مش دخل شكوش انا اقصد اني مع الكوره يلغط مثلث يا فقي احنا في منطقة الدفاع كيف نقف مثلث هذا التوجيه اللي ربنا يحرمنا منه سلام يا عيال الشرطة بوليس شايفنا في فيلم مصري انا عامر يا درج هذا صديقي انا عامر اشتغلت في الفندق فندق بعينك انا كابتن طيار يا اللي من بقايل والله سويتها وحققت حلمك يا بطل اكيد بيسويها صار له سنتين الذيبان حياك الله مبروك الله يبارك فيك مبروك الله يبارك فيك قويكم اذا حط شيء براسه سواه وشكرا لك يا كفته انك حطيتها براسي ورا ما تقوم تسلم مثل العيال ولا ماني مالي عينك لا لبسك هيبه خوفتني تفضل يا عامر تفضل اسري حيو ما عليك منا يا عامر بالله علمنا كيف سواقة الطيارة نفس السيارة ولا تختلف 180 درجة اوب طيب طلعت رخصة لسه
لا علي مخالفات بسددها بعدين اطلع رخصه. تستهبل انت، توني جاي من رحله 10 ساعات. بالله عامر تكفى، صورنا شكل الطياره وانت تسوقها. اصور غيركم يا خوي، انتم تطلعون. ايه لازم نشوفك، يمكن انك مختفي في البيت مسوي نفسك تدرس. يا عيال سكتوا ذا. اسكت يا فقر، لا تخرب علينا الرحله. يعني شلون بتاخذ فينا فره؟ وين فره يا ابو فره؟ راكبك سنت. يا عيال بكره عندي رحله لجده، تطلعون معي صد رد. ابرسل لكم على الواتس التذاكر ورقم الرحله، اوكي؟ اوكي! انا معاهم عامر. طبعا انت معنا. والله يعطيه العافيه عامر، زبطنا تظبيط. يا ابوي هذول ايش وضعهم؟ شكلهم جايين مشي. والله مدلعنا عامر. بوردينج. احنا اصحاب عامر سواق الطياره. تفضل انتم درجه اولى تفضل. هيا هيا هيا. هذا مكاننا يا عيال. ياسر ابيلس جنب الشباك. مو على كيفك، البوردينج يقول هذا مكان كفته. كفته بالكفات يا حبيبي. ابغى اجلس جنب الشباك عشان ابغى اشوف الارض والغيوم. كل هذا عشان تبغى تجلس جنب الشباك؟ لا 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 يا مصلحجي. كيف الوضع؟ كل شيء تمام كابتن. انا مستغرب من عامر، ليه ما استقبلنا عند باب الطياره ورحب فينا؟ يا ابويا هو فضيلك احمد ربك انه جلسك درجه اولى ولا حسابه. لسه حاقد عليها عشان تبغى تجلس ها؟ لا 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 تحاول. يا ربي انفتح الشباك وطيح على وجهك. يا امي البوردنج يا عمي. ها بطاقة صعود الطائرة. اي هذه هي. شوفي هذه بطاقة المستشفى، ابي بطاقة صعود الطائرة يا عمي. ابنيتي يبت الحلال، اصبر اشوف. ها اي تن هذه اشوفيها. الا هذه ها هذي بي 2. ما ابي شيء انا يا ابنيتي، انا ابي متاني بس عشان اروح اجلس واستريح. يا عمي مقعدك بي 2، تفضل معي وانا بساعدك. ما دلاه بعد كلميني وانا اروح وانا اجلس، اقولها بس واخري اعرف وانا اقعد. انا حول ولا قوه الا بالله. تفضل. يعطيك العافيه. الله يعافيك. انت حاليا عند مخرج الطوارئ، لازم تقرا التعليمات اللي موجوده. في حال لا سمح الله صارت اي اشكاليه، كل اللي عليك انك تفتح الباب. شايفني انا شغال بواب في طياره، انا جايب دراهمي مخدوم محشوم. هذه التعليمات الله يسلمك. اي واحد يكون قريب من مخرج الطوارئ هو اللي يفتح الباب. تبطي عظم، واضفوا لكم احد يفتح لكم بيبانكم. كابتن عامر. هلا. الراكب اللي عند مخرج الطوارئ رافض كل التعليمات. مو على كيفه، شيك على الكفر الامامي. ها ابشر. هذا هو. ايه هذا هو. الحين جايب ذا فزعه معك؟ الباب والله ما افتحه لو تجيب اللي تجيبه. ما نبيك تفتح يا القوي انت، نبيك ترجع ورا وبنجيب واحد بدالك. هنا سلامات. مقعد هذا انا تنقيه نقوى عند مخرج الطوارئ عشان امغط رجلي وتمدد. لا يا شيخ، نقوى منقى. هي منقى. اقول اسمع، تبي ترجع ورا وانت ما تشوف الطريق ولا ترى بنجيب لك الامن؟ الامن؟ لا سلام ما توصل، وانا اخوك. خلاص خلاص الباب بفتحه. لا خلاص ما نبيك تفتحه، ارجع ورا ارجع ورا ولا بنادي الامن. لا لا سم سم ابشر 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 منعونه تكفون من الامن. ارجع وين بس؟ وين ما وين اقعد وراك كذا؟ خفت وش انا ابو حركات يا اخوي. منعونه من الرده تكفون، فكونا من الامن. خلاص يلا لا حد يشوفك. سم سم قم قم. استر على ما جهت. خلاص انت لا تصيح، هذا مكانك، لا تفتح باب ولا شيء. اوكي ابشر. تعال معي انت. يعطيك العافيه. هناك هناك يا الحبيب. ابو شليوي
لو اني فاتح الباب ابركني. اسمع الحين ضبطتك، مكان واسع تمدد رجلينك تنام تفل امها، بس زميلي عنده تعليمات اسمعها زين. عزيزي هذا مخرج الطوارئ، لا سمح الله اذا صار اي شيء ما عليك الا تفتح الباب. افتحه. اصلا دائما اخوياي في الاستراحه وبالاخص شبيب عطا الله ما تعرف انت، ما تعرف دائما يسميني ابو المفاتيح لاني دائما افتح بيبان استراحه وكذا. الله يوفقنا وياك يا اخي العزيز، تفتح بحالات الطارئه بس، حالة الطوارئ ما غيرها. ابشروها بس سعد، ابشروها بالرجال اللي بيض وجهك. انا رجال بعطيك رقمي، ومتى ما بغيت اني افتحه عطني رنه. وش الوضع؟ الوضع ما اردى من ذاك الا ذا، لكن تدري شلون؟ خلى علي. اقول يا الحبيب، التيشيرت حقك؟ والله يعني لا اخفيك سر، حق شبيب عطله صح؟ وش دراك؟ واضح واضح من شكلك اول مره تلبس تيشيرت، لكن اسمع خلك رجال وانضبط اوكي، ولا بفضح فيك هنا بالطياره. على هالخشم افتحه يا الحبيب. لا 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 تكفى تكفى، ابا قدام ابا قدام، والله ما عاد اتكلم التوبه، تكفى تكفى يا كابتن تكفى. يا عم ذا مقعد ولدي، راجع الفندق وشوف. مرحبا امروني. الرجال قاعد في مكان ولدي ورفض يقوم من مكانه. يا عم تفضل معي، هذا مكان الولد. قوميني انا الشايب عشان ذا البزر الله يهديك. بس يا اخي احترم نفسك، ترى هذا مقعده ما هو مقعدك. يا عم انت مقعدك في الدرجه الاولى وقلت لك من قبل شويه. اهي مقعده في الدرجه الاولى وجاي تحاشرنا هنا؟ طيب ما دام انت الحين تقول الدرجة الأولى الدرجة الأولى، خذ ولدك أنت وروح للدرجة الأولى وراك تحاشرني أنا. يا عم هو يبي يقعد جنب ولده وأنت مقعدك بالدرجة الأولى، تفضل حياك معي. الله الدنيا صاروا الورائين يقومون الرجاجيل من محلاتهم. لو سمحت شوف لك مكان ثاني. خير إن شاء الله، وأنت مين روح، هذا مقعدي. مع نفسك. حي ولد عرضنا عامر. عامر صاحبي. سلامات، وش السالفة؟ ربي جابك، هذا خوي الطيار عامر، أنا وياه 24 ساعة مع بعض، ترى بخليه ينزلنا الدمام بدل جدة. على كيفك أنت وهو، وإذا خويك وش تبينا أسوي؟ لو سمحت قوم، ما أبي رجال يقعد جنبي. شوف عامر وش تقول؟ تبي تقومني من مكاني؟ هذا وأنا خويك وأنا ضيف عندك. أما عاد ضيف، قالط ببيتنا أنت. خلاص، تعال كنت هنا وخل شيرين تجلس لحالها. طردتك البنت طردتك. تفضل يا عم. اي هذا محلي. ايه بسم الله. ايه يا سلام. اي هذا الكرسي الكبير والزين والمريح. انتم ما تجون الا بالعين الحمراء، لو ما حوشتكم ما زينتوا بكذا. هذا مقعدك يا عمي أساسي، وإنت رحت المقعد السياحي بالغلط، وأي شيء خدمة تبيه وأنا تحت أمرك. أقول روحي روحي بس روحي. السلام عليكم يا أخته. وعليكم السلام. شلونك؟ تمام الحمد لله. الاسم الكريم؟ اسمي نوف يا عم. عاشت الأسامية أخت نوفي. عاشت أيامك يا عم. الله يسلمك. سادي الحزام. اربط حزامك. ليش هنا في ساحر؟ ها اللي ما يربط حزامه يرموه من الطياره. يا امي مرحبا بكم، معكم قائد الطائره الكابتن عامر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نحن الان نتوجه الى مدينه جده. لا والله بالطيارة البطلة. اتحداك يا شيخ. يا ويلك ليش فكت الحزام؟ ترى بيرمونك مع الطيارة. يا ابوي شوف الإشارة حق الحزام، خلاص الآن مسموح، بعدين خيست انا بريحة الأكل دي طالع حديقة. ابوي يقول خذ معك الأكل لأنه الأكل في السماء غالي، وأنا الحين ما معي إلا 10 ريال.
أبوك قد ركب طيارة؟ لا بس ركب قطار. خلاص اسكت. أفتحه! مجنون أنت مجنون! أنا أحسب أنك يوم مريت منها تبتسم أحسب تقول افتحه. لا تلمسه ولا والله لا أرجعك ورا. لا لا تكفى لا ترجعني ورا الله يرحم أبوك تكفى ما تجلس قدام ما عاد عودها. سادة دجاج أو لحم؟ ما شاء الله ذا طبخس؟ لا أكيد. إيش حابب دجاج أو لحم؟ وش أحلى؟ أنت بتاكل مو أنا. يلا أعطيني دجاج شكله حلو. شكرا. أستاذ إيش حابب دجاج أو لحم؟ نسيت المحفظة في البيت ولا كنت بطلب؟ يا فقي أفهم ببلاش. الوجبة مجانية أستاذ إيش حابب دجاج أو لحم؟ نص حبة دجاج ونفر لحم. يا دجاج أو لحم؟ أقول لك في معصوب؟ لا ما في معصوب، يا دجاج أو لحم. دجاج دجاج. وأنت إيش حابب؟ أبغى سمك. للأسف ما عندنا سمك، يا دجاج أو لحم. كيف ما عندكم سمك اليوم؟ قالوا في سمك. صحيح بس المرة هذه مو موجود، يا دجاج أو لحم، اختار. ما لي صلاح، يا تجيبوا لي سمك يا أضرب على الأكل. براحتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة الركاب، الرجال الالتزام بمقاعدكم. أما بالنسبة لشكش وكفتة وياسر أتمنى منهم أن يأتوا إلى المقصورة وشكرا وانصرف نفسك. أبشر. عامر عامر هيا هيا. هلا والله بعامر. هلا والله بالعيال. إيش هذا إيش هذا؟ إيه لا تمسك شيء، هذه طيارة مو بلعب. تكفى عامر لا نصدم. كان في أحد يتكلم عيال معكم معهم أنت؟ أصدم، أنا أصدمي ورع. هنا كنقل أجواء تدريس يا بزر. والله أنك خطير يا عامر، ما توقعتك كذا. يا أبو إيش الأزرير الكثيرة ذي؟ يوي كم ماشي؟ شكلك مسرع. وين مسرع؟ ماسك الدائري أنا. هذا الطيران، طيران يا عليمي. تكفى عامر، هبقعد مكانك، أبغى أصور كم سنابة، أبقهر العيال فيهم. مهبول أنت، هنا ممنوع. لكن تدري شلون؟ خلاص خليك مكانك وصور سناب. بس منشني. طيب. هلا والله بأحلى متابعين، الحين أحلى فرة بس مو في الأرض، في الجو. شوف الطيارة، هذا كود سنابي، ها ضيفوني. ولا تنسون تدعمون الكابتن عامر، هذا كود سنابه برضو. سويتها وصرت الكابتن عامر ولا ما سويتها؟ يا حبيبي أنا اللي يتحداني يتعب. ما عليك منها يا عامر، قول وفعل. بس وش فيك تارك الطارة؟ امسكها لا نقبع. أقبع؟ مهبول أنت، هذا طيران آلي، يعني هي تدل، تقول لها رياض دمام باحة أي مكان. طيب وده الشفاء؟ الشفاء تنكت أنت وجهك. أنزل أنزل. خلاص خلاص تعال. أحلى عامل بطل صديقي. يلا شباب تفضلوا على مقاعدكم. جاهدي هو واحد كرسية. يلا أقول لك عامر هذا ما هو الطيار، وأشك اللي بجنبه إن عامر معطيني فلوس وهو يسوق الطيارة. يا أخي ذا مريض وحقود وحسودي. فين الحمام؟ هنا. خير إن شاء الله ما تشوف أنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وشوف ضف وجهك. افتحه. كابتن عامر الحق الراكب يفتح مخرج الطوارئ. الله عامر. بزر أنت بزر، إلى متى وأنا أعلمك؟ يقول إنه يسوق الطيارة وهي تمشي لحالها. كلب تبي تعقل ولا وديك ورا؟
قلت لك كابتن فريد ما تصلح، بس ما صدقتني. افتحه. عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دائما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دائما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. هذه ريم صديقتي. هلا ريم، شلونك؟ الحمد لله بخير. ريم ايش؟ ايش قالت؟ ريم عبد الله. ريم عبد الله؟ سلمي لي على ريماس منصور. تدرين انت وياها يوم اني في عمرت كنت اضحك الفصل كله، كان يقولون لي خبيبة الدم. شطلة عليك يا عمتي. اسمعي انت وياها، انا مزينة كوكيز وابيك تعطيني رايت بصراحة. يلا ذوقي. قولي الصدق عاد. واو تحفة، في زود باخذ الخواتي. عندنا كراتين كثيرة، بجيب لك اياها الحين، بس حبيبتي نقي الدراهم، بزنس از بزنس. هذا نظامك؟ شوفي هو بصراحة يعني مو لذيذ، بس انا جاملتك عشان نوف. جعل استغصين انت وياها ان شاء الله. عطوني صحني، عطيني هاتي 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 الصحن، ما تستاهلوا بالكوكيز. انا اوريكم والله لا طفي عليكم النور. بحسب احصاءات رسميه بلغ عدد قتل الفيضانات منذ يوم السبت حوالي 30. اشد الفيضانات حصلت. هلا بخيي. موجه الامطار الغزيره بدات منذ. انت شو لك ناظر هالاخبار وهالفيضانات وهالكوارث؟ سافهني بعد. اسمع، انت ما تدري ان هالاخبار ذي تضيق الصدر وتجيب الكآبة، فوق انك بعد متقاعد وفاضي وقاعد تناظر ذولي. انت ورا ما تشوف لك شغلة. حصة تم. احد مشتكي لك بشيء؟ لا والله ما حد شكى لي الحال، بس اني انا احبك وادور لك الخير. اسمع، ورا ما تذوق ذا الكوكيز شيء يستاهل بقك. اقول لك لو انها بلاش ما بيها. ازين لا تاكل، اصلا انت فيك السكر، خليني انا اكل لحالي. اقول قبل انت بزر، قم اذبي. أنا كم مرة قلت لك جهزي الغداء؟ بيأذن العصر وحنا لسه ما تغدينا. ماما ما بشوف، أنا مشغول. أيوه مشغول، مشغولة بكوكيز حصة مو شغلنا. حنا جايبينك تشتغلين لنا، نعطيكي راتب عشان تشتغلين لنا مو الحصة. خير خير خير، وش فيس على الضعيفة تصارخين عليها؟ بلاها ما تسمع كلامي، وإنتي أشغلتيها بهالكوكيز. يا حبيبتي الشغالة ما تشغل ببلاش، ترى يعطيها ريالين على كل صحن تبيعه. إيه وهذا اللي مخربها علينا، جالسة تشتغل الكوكيز حقك وهذا شغلها وشغل البيت، على وش نعطيها راتب حنا؟ حلالنا واحد يا بنت الحلال. سلام، ما في غداء؟ لا. وليه؟ اسأل عمتك. ليه يا عمة؟ وش اللي ليه يا عمة؟ وانت وقت تقوم سهرة من الليل ونام بالنهار، متى تصير رجال وتشتغل انت؟ خلاص خلاص ما بي غداء، بروح اشوف لي تصبيرة. تعال رح جهز السيارة، بنروح الحين المحلات نوزع الكوكيز. يا ليل الليل. وشو لي يا ليل الليل؟ ما تبي 200؟ انتظر بس السيارة. تحلال وسعي صدرك، تسكي لك كوكيز خذي. عزين. عمرك لا كليتي. اسمع، شغل مكيف السيارة وحطه على البارد على الكوكيز، ها؟ طيب. اخلص. طيب.
اقول لك طف طف المكيف، حالات الكوكيز يجي كذا حار والشوكولاته ذايبه. ما عرفناه ترى، طفي ولا شغل؟ وش اسوي لك سيارتك بارده، المكيف ثلج. قولي ما شاء الله. الله اكبر، وش اقول عليه ما شاء الله على سيارتك ذا القرنبع؟ قرنبع قرنبع، بس قولي ما شاء الله. تف ما شاء الله. ما شاء الله، انت كل يوم تجيبين لنا بضاعه زياده، ما احنا قادرين نصرف بضاعتك اللي امس وقبله. بلاك حاطه بزاويه المحل، ورا ما تحطه بالواجهه. وهي صادقه، ورا ما تحطه بالواجهه، حاطه ورا المرمى. يا اخوي صل على النبي، يا اختي في اسر منجه مكلمينا قبلك يا استاذ حصه، وحاجزين الواجهه هذه كامله، لا ومعطينا نسبه اكثر. لا يا شيخ، هذا نظامك. عامر سمي اجلده. طب ليش؟ قهرني. اخاف اجلده، هم مضفين عفشس كله ذا. اي والله صادق. خلاص يلا نمشي. لا لا اعتذري له. انا اسفه. وانا اسف. شكرا. عفوا. بلا تسعيرتكم يا حبيبي مثل وجيهكم. اجل انا علبه الكوكيز تكلفني 12 ريال، تروح تبيعها للزباين ب 85 ريال؟ يا اخي خاف ربك. اما عاد كوكيز شغلتنا ب 85، يعني نفرحاش يرخص. اسكت وجع، فشلتنا. وكيف بدك يعني يطلع لك نسبتك؟ واجار المحل والرواتب والمصاريف. والحل؟ حبك لا يضيع. وانمل. ما عندك صبر؟ لا 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 عادي، انا وعمتي دائما بالبيت كذا، نفصل ونرجع مره ثانيه. يا لا لا اقول انثبر بس اسكت. كمل يلا. عطنا الحل. الحل انه الكوكيز حلا، يعني ما بيخرب بيومين ثلاثه. خدي منتج من امس وحطيه بعلبه جديده تكون الوانه مبهره وتجذب الناس وما يحسوا غالي. يعني نكذب؟ لا يا حبيبي مو موضوع كذب، خلينا نقول تجديد الباكجينج مشان نزيد مبيعاتنا. خلينا نسوي هذا اللي يقول عليه باكينج. الباكينج اللي تحطينه في الحلا، الباكينج بودر. هو يقصد الباكينج الارباح فلوس، صح يا مدير؟ لا اجل الباكينج بودر. مشينا؟ قالت لك انت ما تفهم بس. يلا 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 مع السلامه. الله يكمل علينا العقل والدين. يا هو وين ولد عمك؟ طقنا الجوع. اخوي وانا ادري عنه، ازم عليه. ايه فقي انا جيعان، حننتظر لمتى؟ المشكله اني ادق عليه اكثر من مره يعطيني بيزي. انا اقول الغايب عذره معه، خلونا ناكل يا جماعه. لا 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 تاكل ولا شيء، خليني ادق عليه اخر مره عن الذمه. رد رد يا عيال. هلا عامر، وينك يا اخوي؟ خير، وش تبون؟ ما تستحون انتم، ما عندكم شغل، ما عندكم اهل، اشغلتونا كل شوي تدقدقون على ذا العامر. الله يشغلكم في انفسكم. عامر الحين مشغول مع عمته حصه، فهمتوا؟ يلا فمان الله. عامر يقول. عامر مين يا ابوي؟ اسمعنا كل حاجه. الله يفك عوقه، سموا بالله بس سموا. اسمع، ابيك اليوم ترقد بدري، ترى بكره ورانا قومها من الصبح، بنروح نشتري علب جديده ونتعاقد مع محلات ثانيه. بتجيبين مدرب انت، وش اللي تتعاقدين؟ يرحم امك، مو بوقتك انت، ترى عمتك حصه تمر بازمه ماليه ونفسيه. والهل يمر بازمه نفسيه بعد، شوف البنزين، طرمبه البنزين بتخرب منس، مشاوير 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 مشاوير، ولا رحمتيها على اي. شوفي شوفي، منة الله ولا منة خلقه، خذ ال 20 ريال عب فيها بنزين. 20 ريال وش تسوي؟ هذه ما تعبي ولا الربع. ما تبيها؟ رجعها. لا لا امزح امزح. رجعها. امزح خلاص. انزلي. خذي الكوكز. ورا ما تنزله انت. عم مستعجل بروح استراحة يلا. لا تأخر. سمي سمي. طيب خلي السواق يوديها ويجيبها. السواق مشغول بمشاوير امي واختي. جيبوا لها سواق ثاني. يا عيال تبي تسكتون ذا ولا حتحرتي فيه؟ اصلا وش هو سواق؟ علمها السواقه وطلع لها رخصه وافتك منها. لا يا شيخ، الحين انا بفتك من سالفه ودها وجبها، تبي تبلش بتعليمها السواقه؟ ما بقول انت. اسمع انا عندي الحل. شوفي تصفينها كذا واحده واحده، تحطينهم فوق بعض، تعلمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عامر بسم الله عليك، ايش فيك؟ انا مسكين طحت علي يدين ويدين توجعني. اسف يا عمه ما اقدر اوديس مشاويرس. مع السلامة. تعال 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 يا عامر تعال. بسم الله عليك، بسم الله عليك الرحمن الرحيم، وشاك
عطني يدينك اشوف. وش تبين فيهن؟ بقرا عليهن. لا لا ما يحتاج، انا قاري عليهن. لا لا شوف اشوف اشوف. بسم الله بسم الله عليك بسم الله. شوف الثانيه ثانيه، ارفع ارفع شوي شوي تعورني دقيقه. تعورك هذا اللي يدينه تعوره مسوي محمد الدعيع؟ هذه اخرتها تكذب على عمتك؟ انت ما تدري الرضا من رضا ابوك ورضا ابوك من رضا رب العالمين؟ تبيني ادعي عليك؟ لا لا ما لها داعي تدعين علي، بس انا مليت يا عمه، كل يوم مشاوير مشاوير مشاوير، انا بستانس بروح عند اخوياي بالاستراحه بفلها. وتجارتي شو اسوي فيها؟ خسر؟ ام حق تجاره مسويه فيها الوليد بن طلال انت؟ ترى راس مالها كوكز. والله لو تموت لو تموت ماني بطالع بتاكسي ولا تطبيق توصيل. انت ما تدري هالشباب اللي يجون سيارتهم كلها ريحه دخان، ولا اللي قاعد يتمالح وبثر، ولا اللي يقول ممكن سنابت. تبين الصدق؟ ما عندهم نظر، بس انا ابى اضبط. شوفي يا عمه، هذا تطبيق توصيل كله بنات، يعني تقدرين تقولين تاكسية، ضرابة وهدوء وعطورات وفلة، وش رايس؟ يعني أقدر أطلب البنت اللي أنا بيها، شكلها وأسلوبها وجوها بالسيارة شلون؟ أنت بتخطبينها وراس يا عمة، تراها بنت مثلها مثلس، بس إنها تترزق الله وراس شدتها أنت. أقول تذكرت أن عندي مشوار ضروري، البنات هذولي وين مسألهم فيه؟ وشو؟ الأخت حصة؟ إيه حصة، ما طلع اسمي بالتطبيق. إيه أهلاً حياك. وأنتي شو اسمك؟ اسمي سعاد. يووو وش ذا الأخبار؟ تدرين آخر مرة قريت اسم سعاد في كتاب القراءة حق الابتدائي؟ لا تزعلين ترى مزح. إيه أمشي على اللوكيشن؟ إيه أمشي على اللوكيشن. اسمعي ترى أنا مالي دخل في ساهر، أنا أدفع حق مشواري وانزل. إيه زين حاضر. يا حليلها مؤدبة تقول حاضر. وش جوز انتي حاطة بساكيت وحلاو؟ بزارين عندك حنا؟ لا محشومة. اي هشوة. اللي على طاري البساكيت والحلاو، ترى انا عندي مشروع كوكيز، شوفي جايبته معي. ما شاء الله الله يرزقك. حبيبتي تدرين ان انا هذا المشروع ادخل فيه 2500 ريال بالشهر؟ ترى انا مخي نظيف يا حبيبتي وافكر بالبزنس. الله يرزقك. مبروك ذا. شوي شوي لا تسرعين. حاضر ابشري. المهم خليني اكمل لك السالفه واقول لك الوحده لازم تعتمد على نفسها. وصلنا. وراك تقطعين سالفتي انت؟ ما انقطعتها صدق، بس هذا المحل حلويات اللي تبينه وصلنا. زين خلاص روحي قدام المحل الثاني وعقب نرجع لهذا، خلنا كم سواليفي. يعني اواصل الرحله؟ اي واصلي الرحله ولا تسرعين ترى سوالفي واجد. ابشري. عاد تدرين لو ابي اسوق سكت، بس مشكلتي احب الراحه واخوي وعياله مو بمقصرين معي بشيء ابد. حلو ما شاء الله. الا انت وش حادث على ذا التكس وذا الشموس؟ انا ماخذ موضوع بزنس. بزنس؟ وش حدت؟ شموس وزحمه وبثاره اللي يركبون معك عشان تطلعي كم ريال؟ كم تطلعين انت؟ اتفق معك ما في شغل مريح، بس الحمد لله مطلعه 15000 بالشهر مكفيتني وزياده. وشو؟ 15000؟ الحين بعلمك شلون تحركين السياره من وضعيه الوقوف، بس يبي لها تركيز لان سيارتي غير عادي. ابد زهلها، انا اتعلم بسرعه. اعتدري يا عامر، اول بالمدرسه كانوا يقولون عني ان انا صح كانوا يقولون عنك، حتى انا كانوا يقولون عني. اترك الحوارات الجانبيه، نبي الحين تركزين. ادعس الكلتش. وشو هذا ككش؟ الكلتش هذاك اللي بالزاويه. ايوه ادعسي برجلس. تمام الحين ركزي معي، ابيس ترفعين الكلتش بنفس الوقت تدعسين بنزين في نفس الوقت كذا، ترى اذا تركتيه مره واحده تنتع السياره وتطفى. اما عاد اسوي كل هذا مره واحده؟ خلاص ما عاد ابي اسوق. يا بنت حلال دقيقه سهله، بس يبي لها وزنيه. يلا جربي حطي بالاول. وش الاول ذا؟ هذا الجير حطي قدام. ايوه قدام هنا. يلا فك الكلتش شوي عشان ما تنتع. شوي ادعسي بنزين. ايوه ادعسي. وش ذا الصوت؟ روحي. يا سلام. خلاص امشي. امشي. ادعسي.
خلاص الحين امشي. شفتي شلون سهله؟ والله مشت السياره. اكيد بتمشي يعني تاقر. يما يما هيا توقف هيا توقف. وش فك 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 البنزين فك فك البنزين فك. ارفعي ارفع رجلك ارفع رجلك ارفع ارفع رجلك ارفع رجلك ارفع رجلك ارفع رجلك. وقفي وقفي الصبات 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 بعد الصبات بعد الصبات. امشي قدام امشي قدام امشي قدام امشي قدام. مشيت مشيت خلاص هنا وقفي. الحين انت قد سكتي قبل؟ اي سكت. جدك الله يرحمه علمني بالبر. اي واضح ان سواقة بر. المهم الحين يبي لي اعلمك على سواقة المدن. اوكي يلا ابي تركزين معي. يلا قدام يلا يلا يلا. لا ما استني استني شوي شوي. هلا بالعيال حبتين اركض فديتك. ول 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 حتى الهجرة تغيرت يا اخوي. والله فله يا بنات فلّة. اي فله يا بنت الحلال بغيت تذبحين خلق الله. وش فيها سنتي؟ عادي بالحلال خلنا اوزن الدعسه واوريك الحين شلون. اذا بغيتي تروحين يسار تدقين اشاره يسار، واذا بغيتي تروحين يمين تدقين اشاره يمين. هذه المساحات ما لها دخل هنا. هذه 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 يسار. إيه؟ يلا روحي يسار. إيه؟ كذا الموب كذا. انت اذا بغيتي تلفين يسار تدقين اشاره يسار. إيه؟ خلاص واضح. إيه واضح واضح. ترى طفشت انا خلاص ازهلها بتعلم اليوم انا. يلا ركز صارخ علي. خلاص ما تعبتكم. اصبروا اصبروا. مثل ما علمتس على مهلس وناظر المراية ان شاء الله. يلا شغلي يلا. شغلي ارجعي على مهلس ارجعي. وقفي اضربي فرامل. اوف ضربت فرامل مش فيه. انزلي انزلي. ما عندي بسايق انقلع عن وجهي. يا صاحبي قدني هلا بشوف للهاجس حلو ما يوردني الزلال للعذبة ولا بقطعة في ساعة يمدح بها المقدام. مبروك مبروك يا حصة. الله يبارك فيك. مبروك أخيتي مبروك. الله يطعمك من خيرها ويتفيد شرها. الله يبارك فيكم. الحين عادي عمه ما في ودني جبني. تحسبها واقفتن عليك يا سلوقي؟ اصلا انت ما صدقت على الله تفتك مني. ابوك الجحده. يلا يلا عاد خلونا ندق سواقة عمتي. وش اللي تذوقين سواقة عمت حلهو؟ نبي نركب مع سفره على السريع كافي ابو نوره. ما حد راكب معي الا اذا طلبتوني بالتطبيق. عجيب والله. اتحداك. يلا يا بنات خلصوا علينا خلصوا. بنات تأكدوا هي سيارة الكابتن اللي طلبناها. إيه إيه هي هي. إيه متخافين خافين يخطفونا. يلا عجيبة. نعم نعم الله عليك. اسمك عجيبة وانتي وش دخلت سوقي وانتي ساكتة؟ لا بس على شارة تطبيق لازم أسأل. شوفي لو سمحتي ترى ام المعرس ام العروس ما يبوني اتاخر. لا تخليني اصارخ ثم نفصل عليك. سوقي خذ علينا بسرعه. ان شاء الله ان شاء الله. امسكوني لا تطيح يا قدرة 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 الله. أخيراً. أخيراً؟ ليه يا حبيبتي مو بعجبتس أصواتنا؟
لا يا حبيبتي ما شاء الله صوتك يهبل، بس تعرفين السيارة صغيرة وصوت الطقة وجع راسي، ولا صوتك ما شاء الله جبلي. اسمع وتقيم بعد، أقول تراسة مجرد سواقة بعد تعرفين تقيمين؟ ترى احنا يا حبيبتي عمالقة فن مطربات. يا أستاذة عجيبة، أنا اسمي كابتن حصة. كابتن؟ كم جبتوه في الديربي؟ إيه وش عرفت بالبزنس؟ أنت طقاقة. قالت طقاقة؟ إيه؟ أنا طقاقة؟ واخذي بنات خلوني أربيها بروح لها. وأنت إيش عرفت بالفن وعمالقة الفن أنت؟ تبين عني طقاقة؟ هذه إهانة يا حبيبتي، اسمع فنانة مطربة. تاخذي اللي أنت ما تاخذينه يا حبيبتي، وبعدين يا مسلم تقولين أنا كابتن وكابتن، كم تاخذين؟ كم تدخلين أنت بالشهر؟ آه بس لو إني ماني بسواقة كابتن، كان الحين أردح لها مثل ما تردح لي، الله يوفقك إن شاء الله. بس أدور تقييم. ما سمعتك وش تقولين؟ أقول يا مسلم تقولين أنا كابتن وكابتن، كابتن كم تدخلين بالشهر؟ يا حبيبتي السواقة اللي مو بعاجبتك تدخل 15,000 بالشهر. 15,000 بالشهر؟ يا حليلة تقول 15,000 بالشهر. يا حبيبتي أنا بالليلة الوحدة 30,000، هذا من غير العشاء والبوفيه والحلا والشقالي. وشو؟ 30,000 بالليلة؟ بنات في هيدا طبا والميدان، بنات في هيدا طبا والميدان، يا ويل من هو من يباريهم، يا ويل من هو من يباريهم. عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دائما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دائما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. دبوا يا نزعك تفشت، ملأت منكم ومن روتينكم الممل هذا، كل يوم تنام تصحى استراحة بلايستيشن بخاري، تنام تصحى استراحة بلايستيشن بخاري، خلاص يا أخي جبتولي الطاقة. أبو الحلال جيت أم مخنا أنت، هذا يطق فيك عرق. يا أبو روق، صرنا كخة يا بقيرة. لا ما أنتو كخة. يخسى عليك يا بابا سنفور، ما أنتو كخة، إكة وبقية في الدكة. بس قصدي لما تيجوا عندنا جدة عروس البحر الأحمر، أكلكم سيفود، استكوزا، جمبري، محار، يعني أشكل لكم أكلات وأكلكم الأكلة الإفريقية الشهيرة بما تسمى بالسيري. إيه سلامات، بتذلنا بالسيري حقك؟ إيه وبزلة، لأنه أكلة الآباء والأجداد العريقة. وبعدين بالله سألت نفسك يوم متى آخر مرة عزمت أنا على رز وغنم؟ يا اخي نفسي ادوق هذاك الماشي ولا ايش يسموه حقكم الحاشي. جيب لي حاشي كده، نفسي اعرمش وكده، ابى اكل كده البعير كده انقض عليه وعجيد كده ويكون فوقه مكرونه كده. يا اخي زبطني يا اخي. هيا خذ لك مسكت مع حاشي، فين نجيب له يا ابن الحلال؟ اتركه فاضي الا حنا، علعل صوت التلفزيون. يا ابوي تعال شوف جوكم النايم هنا. ايش تبي انت؟ تعال شوف تمام اقرب، خلنا نشوف جوه. أقرب. يلا يا عيال خلينا نتعشى، يلا لا يبرد العشاء. يلا يلا جايينك. اتفضل، جوه مجيب الضحك زي جوكم. في العيون في العيون صار حبك في العيون، تعالوا خلع الدار. وشيمي ذا السبق تميلح هو وجهه. حيا
حياكم الله يا سلام النشانيش. اليوم في زواج سعد النشانيش، الله يوفقه ويبني بيته. وهذول الحضور سيكون بالخير. تنورونا. مرحبا بسلام النشانيش، انا ذا الحين في المطبخ وهذا عشانه. قعود ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. وهذا طباخنا علي ناجي، ها كيف الطبخ؟ مالك ان شاء الله طبخ شعبي وحاشيكم زين، والعشاء بيصير ان شاء الله زين، والحاشي بيستوي براحته. مرحبا والله اللي مرحبا. هو ذا يهو يا ناس يا عالم، لو تعزوني خلينا نروح، نفسي اشوف الحاشي على الطبيعه. امنيتي بسيطه، اكل من الحاشي ولو لقمه واحده. خلونا نروح الزواج. وهو مهبول انت، روح الزواج ما نعرفهم، فوال هو. يا عامر الناس للناس، ودك في الصدور، خلونا نروح الزواج هذا يا اخي. ياهو نروح، يمكن اهل الزواج اهل الكرم، ننبسط شويه. يا رجل ما ورانا شيء، خل نروح ننبسط. يا خلونا نروح وندق في الحاشي. مبروك يا ابو محسن. بارك الله فيك، والله يتمم لك بخير يا محسن. جزاك الله خير. نيابة عن ابوي وعن اخوياي اللي معي، جيناكم متعنيين من غلاكم، ومعنا 20,000 ريال، طالبينكم ما تردونا. والنعم فيك وفي ابوك وفي اخوياك كلهم، وبيض الله وجيهكم ما قصرتم. تفضلوا حياك. هذا ابو مخلد هو ربعه لفونا، الله يبيض وجيههم. خلكم معنا يا مشاهدين، نبي نغطي لكم الحفل كله. الدعوه رسميات، الله يستر لنا نجيب العيد يا عيال. قلت عامر كسر صوتك لا يسمعون. ترى قول لك لا ترتبك ولا تربكنا معاك، خلينا نشوف طريقه كيف نقدر ندخل جوا. وش رايكم ندخل مع الشباك؟ وش الشباك انت بقولك شايف لك طاوه؟ اصص شوف في مجموعه جايه منا، ايش رايكم نصف معاهم؟ وين نصف معهم؟ داخل ملعب انت. جينا نبارك لك يا ابو محسن على زواج ولدك، ومعنا 50,000 عانيه، ان كانها كثيره تستاهلونها، وان كانها قليله كملها المحبه والاخوه اللي بيننا. سلامتكم هذه العانيه. بيض الله وجيهكم، ما قصرتوا، حياكم الله. تفضلوا. ابوك العرس البطل 50,000، هالمعرس الحين بيسدد ديونه كلها. انا اقول يا عامر الانسحاب طيب، انا بديت ارتبك. والله من كنسل ماكل حاشي، يعني ماكل حاجه. يا عيال انا ودي حضر الزواج ولد رفيجي، ودي حضره. يا ابوي انت عذرك معك، والرياجيل بيقدرونه، وثاني شيء يا ابوي وضعك الصحي ما يسمح. صحيح يا عم، انت تعبان وبحاجة الراحة. بالاذن يا عم. ما عليك يا ابوي، كلمهم وقدم اعتذارك. يا عيال انتم مبطين انا، ولكم سنين ما شفتوه. ابدا ما حنا بتاركينك، واذا على ابو محسن من الرياجيل اللي يقدرون، دق عليه وعلمه بوضعك وبيقدر. جينا نهنيكم يا النشانيش، ماكلنا شنوشي نشنوشي، يا صقر كبخ وصفق مريش، ما على هلا تنوشي. ولا ليش يا الربع يتعذر منكم الشيخ عويد، اتصل ويقول انها ما يقدر يجي، جيت وعكه صحيه ورقدوه في المستشفى. ادعوا له بالشفاء. نشنش. جينا نهنيكم يا النشانيش، ما كلنا شنوشي نشنوشي، يا صقر كبخ وصفق بريش، ما على هلا تنوشي. يا الربع الشيخ عويج اتصل ويعتذر، يقول انها خير يا شباب. سم لكم نص ساعة واقف في المواقف، وش علمكم؟ حن عيال الشيخ عويج وجايين مبارك بالنيابة عن الوالد. يا مرحبا، ببلغ عمي ابو محسن واجيكم، خلكم هنا. يا كذاب، بس والله زبطت المزابيب، شكله فيها حاشي الليلة. انتم اهجدوا ها، خلكم معي. يا مرحبا ترحيبة الروح بالروح، يا مرحبا باللي لفونا عزيزين. يا عم ابو محسن، عيال الشيخ عويج برا جايين نيابه عن ابوهم. يا هلا ومرحبا. يا هلا، الشيخ عويج غالي وعياله بعد غاليين. يلا يا الربع، يلا خلنا نستقبلهم. يلا سلام عليك.
عليكم. عليكم السلام. يا هلا يا هلا يا هلا، حياكم الله. حنا عيال الشيخ عويج جايين نبارك ونشارك، ومعاناتكم 200 ألف ريال من الوالد. الوالد طالبني أحولها عليكم، تصلكم بكرة أو بعد بكرة على حسب الدوامات. وإن كانها كثيرة فأنتم تستاهلونها، وإن كانها قليلة فالغلا يدسمها. بيض الله وجهكم، بيض الله وجهكم، وأنتم أبوكم وعلمكم غانم. أبرك ساعي يا الربع، الله يحييكم. وقلطوا وقلطوا يا هلا وقلطوا يا هلا يا هلا يا هلا ومرحبا يا هلا ومرحبا. أنت سالم؟ الله الله، ما شاء الله ما شاء الله، متغير يا ولد. خبرك من أول دب وعليك شنبات هاي الخبر. سويت تكميم وخف وزني ونحت الشلم. هذولي إخواني طال عمرك. ما شاء الله. وهالملحان هذولي؟ الملحان ذولي إخواني من أبوي، يعني أبوي متزوج ثنتين. ما شاء الله، الله يوفقه إن شاء الله. تفضلوا تفضلوا تفضلوا، حياكم الله. تفضلوا تفضلوا. أقول لك هذا سالم. الله الله، أنا لي لزوم عند الرجال. شو لزومك يا ولد؟ شو لزومك يا ولد؟ الرجال ولد الشيخ عويج، راعي الفحل الطيب، راعي البعير ضرسان طال عمرك اللي قيمته 14 مليون. لو تشوف بناته ذهب ذهب إنتاجه. اسمع، أنا ودي أمسك الرجال وهرجه، فرصة النجاة عندي. نياق زينة مشريها طال عمرك، وبكلم الرجال نبي نودي البل عنده عند البعير، يمكن الله سبحانه وتعالى يرزقنا منه بنتاج نبيع بناته بكرة على بلايين. والله حتى أنا وأنا أخوك والله كان ودي أهرجه في موضوع مبطي. وأنت بعد وش تبي منه؟ خبرت ناصر ولد عمي. ايه اعرف اعرف. الله يرحم حاله، عليه ايقاف خدمات وعليه ديون وحاله ردية. لا حول. ومتسلف من ولد الشيخ 70 ألف. 70 ألف من سالم؟ الله الله، ودنا ان كان يقدر ينزل منها، ولا عاد شكوة لله. لا والله الله هرجه، وهذا علم طيب ولك فيه هجر ان شاء الله. اقلطوا الله يحييكم. اقلطوا حياكم الله. يلا يا سالم انت واخوانك، اقلطوا حياكم الله. والليله صنبله قيّة كم كنكة، هذا من فين أبدأ أكله؟ من شواكله ولا من كراعينه ولا من فين أبدأ يا ربي؟ سلامات، وراك أنت قلبت. أركد أركد، ها يلا أطفح وجنك. بضبطت كل ما ضبطت ضبطتني يا عيال. ذا يبغانا ناكل منه 3 أيام ما يخلص، وهذا الحاشي كامل. فين الكلاوي؟ جو جو جو، اجلس لا تفضحوا. اجلسوا. قاعد قدام دفاية أنت، اجلس اجلس. والله مبرك منها يوم حضروا عيال الشيخ عويج سالم وإخوانه، عقب اعتذر والدكم مريض الله يشفيه إن شاء الله. الله يشفي الشيخ. الله والنعم فيهم، والله بركة ساعات. الله يحييك الله يحييك. وتستاهلون من يقطع لكم الحاشي بالسيف. دقيقة دقيقة يا الشبان، أديني السيف، أديني أديني السيف. أنا بقطع الحاج بطريقتي، ناكل نصه والنص الثاني يشيله معه. خد مكة خد مكة، في هناك فقراء المحتاجين، فهمت كيف؟ نأكل البائس الفقير. أنا أعرف زكريا وأصحابي الزملاء في مكة، لأني راجع كدان. عرفت؟ أنت كل مالك صلاة، كل كله، والباقي أنا أتصرف. تمو تمو تمو. سالم. ها من سالم؟ أنت سالم يا ابن حلال. اي صح صح، انا سالم. طال عمرك نبيك في هرجة راسنا واللحي الغانم هذا. انا؟ هي انت يا ابن حلال. خير ان شاء الله. خير ان شاء الله، لمنك جيت معنا برا علمناك. طب عادي اخذ معي اخواني. لا لا لا، جحدتوني ابن الحلال، حنا نبي راسك انت، ما لنا لزوم في غيرك. الحقنا برا، عجل الله يعافيك، لا تاخر علينا. طيب طيب، ابشر ابشر، بجي اذا تاخرت عليكم تبقوا على الشرطة. اوكي سالم، وانا ابوك.
سلم يبا. جيب جوالك وشغل على السناب، خلنا بنشوف حبلة النشانيش. والله انا ودي رحت لهم. ابشر بي الغالي، لكن لعل الجوال شبكته في الشاحن يشحن فضت بطاريته. اول ما يشتغل افتح لك السنابات وشوف وانبسط واستانس. العلم سلامتك طال عمرك. ذكرنا عندكم بعير طيب فحل اسمه فرسان وانتاجه طيب. اسلم، وش اللي بخاطرك؟ اللي بخاطري طال عمرك طمعانين فيكم طال عمرك. انا شاري لي نياق وبيكم تسمحون لي اجيب نياقي واحطها في شبك عند البعير فرسان، لعل الله سبحانه وتعالى يرزقني منه بانتاج زين وبيع. ولا تجيبها ولا شيء، البعير فرسان جاك هديه ما وراها جزيه تستاهل. فرسان هديه؟ شد بالله انك ولد شيخ يعطي البل. انا والله اني منحرج، لكن والله لا تحلف، كلمتي ما غيرها. البعير جاك يا رجل ولد شيخ، هذا طال عمرك ابوه يعطي البل. والله نعم، والله نعم. طال عمرك انا بعد تكفى تكفى طلبتك ولا تردني. أبد أبد، قل وش تبي؟ طال عمرك تخبر ولد عمي ناصر، الضعيف عليه إيقاف خدمات وحاله يرثى لها، وذاك الحين متسلف منك 70,000، ودنا الجمالة تكفى. أبد مسموح، ولا أبي منكم شيء، وإن كانكم تبون زود أبشر بعزكم، بس الدعوة تحويل، تصلكم بكرة أو بعد بكرة. يا رجل الرجال هذا شو نسوي به؟ الرجال هذا طيب وغمرنا بطيبه. أبيض وجه، أبيض وجه. ولد الشيخ ابوه يعطي البن، شد بالله انك ابيض وجهك. كفو، غمرت رب معارفك، غمرت معارفك، بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. انا مشهور، ضيفني عندك بسناب عشان اضيفك وتنشر لي وانشر لك. يصير خير. شكرا فضحنا. دربد 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 دربد. يا الربع يا الربع، استاذنكم بس في كلمه، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الرجال هذا أشهد بالله إنه معرب الخوال ومعرب الجدين. وهو صادق، أنا ترى معرب، معرب الخوال ومعرب الجدين. الربع هذا سالم، سالم ولد الشيخ عويج، طال عمرك اللي يعطي البل. مسكناه أول وقلنا له تكفى يا سالم، البعير فرسان عندكم بعير طيب، وأنا شاري لي نياق، والحين بجيب نياقي عندك لبي البعير. قال له وش هو تجيب النياق؟ قال له اخذ البعير كله وده لنياقك، بيض الله وجهه. عز الله انه كفو. طب شويش بس صوتك حاضر. ابشر، يوم جيت يا الربع قلت له ولد عمي مديون لك ب70,000، هو اللي يطرحها كلها، بيض الله وجهه. بيض الله وجهه. بيض الله وجهه. وحده وحده وحده. يا مرحبا باللي حاضر، يا مرحبا باللي لفى، يا مرحبا باللي حاضر، يا مرحبا باللي لفى، يا مرحبا باللي حاضر، يا مرحبا باللي لفى. خلوها مرحبا باللي حاضر، يا مرحبا باللي لفى. قوي عويد شر يا هلا يا مرحبا، فرصة ما داموا مشغولين بالمحاور منحاش. مهبول انت، اقسم بالله جوهم البطل، انا بروح اتحداهم الحين. يلا يلا يا شباب، انا لميت الحاج الباقي في السيارة، ناكل الين ما نتعب. يلا شردنا. اقول اشرد لحالك، انا بمشي. فان وين رايح؟ بروح اطلب قسط. يا فقي اقول لك خليه يمشي احسن. اقول امشوا معي رخوم بس. صحة. أنا سالم أنا القادح، جيت الملعب أتحداكم. أنا سالم أنا القادح، جيت الملعب أتحداكم. أنا سالم أنا القادح، جيت الملعب أتحداكم. الشيخ عويد جاي نبارك ونشارك ومعاناتكم في
وجيت الملعب وشت الكورة وجبت الجول في مرماكم. جيت الملعب وشت الكورة وجبت الجول في مرماكم. جيت الملعب وشت الكورة وجبت الجول في مرماكم. ابو سالم وش جابك؟ وش جابني؟ هالرجال ذا سلوب لا اعرفه ولا يعرفني ولهم بعيالي. اجلدوهم اجلدوهم امسكوهم اجلدوهم. أنا عامر أنا القادح وجيت الملعب أتحداكم. خلوها عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم خرج الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دائما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دائما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. هلا هلا ما شاء الله ما شاء الله يلا حيهم زارتنا البركة. الله يبارك فيك. وانا اقول ما شاء الله البيت منور اترك عندنا. الله يسلمك. شو اخبارك؟ الحمد لله والله بخير. الا وينك انت؟ اجي ولا اشوفك؟ موجود يا خال. متى جيت؟ وين موجود؟ الاسبوع اللي طاف جيت هنا وتعشيت انا وامك واخوانك ولا شفتك. يمكن كنت في الاستراحة مع العيال. احنا في الاستراحة ذي؟ انت ما تملوا من الاستراحة؟ وش نسوي يا خال؟ الاستراحة ضفتنا من الشوارع والمشاكل. شو تسوون؟ طيب اكشتوا سافروا. الكشتة وكشتنا ما في مكان إلا ورحنا له. الدرعية، المزحمية، الخرارة، الثمامة، روضة خريم، روضة سعد. وش تبي بس؟ الزبدة يا خال. حنا ودنا نسافر لكن الوضع طفرة. يعني إذا تقدر تدعمنا. أها. إلا عندي لك فكرة أحسن من السفر. ليه ما تروحون مزرعتي وتنبسطون وتشوون وتسبحون؟ الله يا الدنيا، المزرعة ذي أذكرها من ثالث ابتدائي، ما زالت موجودة؟ اي موجودة، وهذا المفتاح حقه، وبالمرة في هناك شنطة أبغاك تجيبها معك. أبشر يا خالي، شكرا، الله لا يحرمنا منك. آمين آمين. أبو جوكم البيض يا شيخ. وش تبين أسوي؟ وش تسوي؟ جدولتكم يا عيال. ايه اذا الجدولة فيها قطة طفران فري وفي مزرعة خالي يجي. طيب وش ناخذ معانا؟ ما يحتاج ناخذ اي شيء، المزرعة فيها كل حاجة، واذا احتاجنا شيء نروح نجيبه من البقالة ونجي. وين الموقع يا عيال؟ ما ادري، اللوكيشن كل شوي يعطيني اتجاه، لكن على ما اتذكر الشارع الجاي يمين يا كفتة. فهمت. يلا. هلا والله بالمزرعة البطلة يا عيال. هذه مزرعة خالي. ها وش رايكم فيها؟ والله المزرعة كيف كبيرة. ايه قل ما شاء الله، لا تنحت مزرعة خالي. ما شاء الله. عاد غريبة عامر، ما قد وديتنا ذا المزرعة. تعرف هذه استراحة عوائل وفيها خصوصية، يطلع هو هلا وكذا، فأنا أنحرج. بس هو طلبني وقال رحلت أخوياك.
وقف وقف يا كفته. تعال تعال تعال. شوف شغلك. قدام يسار يا كفته. هلا والله بالعيال. اتحداك تطلع البطله، ما نبي نفسيات اوكي؟ استمتعوا فلوها. طيب نبغى نشوف مباراه النصر. سلامات. كوره 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 بلاي ستيشن، جو مكرر ما نبي. امشوا امشوا. يا عيال شوفوا هذه غرفتكم، كلكم تنامون هنا. انا ما ابغى انام لا مع ياسر ولا شكوش. سلامات. وليه؟ يعني تقنعني انت وجهك ما تنام في بيتكم الا لحالك؟ لا انام مع اخواني موسى وابراهيم ويحيى بس. اسمع يا كفته، هياط وفلسفه ما ابي، تنام معهم بالغرفه هنا ولا بتدز بالحوش بالبرد؟ صفك منه، انت وين حتنام؟ اكيد بغرفه خالي، بس اسمع غرفه خالي فيها اغراضه وخصوصيه ما ينفع احد يجي معي، اوكي؟ لا والله تبيني انام في الاسره ذي؟ اسمع يا تدبر لي سرير الحالي ولا بمشي لبيتنا. لا 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 ما يحتاج تمشي، خلاص لك غرفه ولحالك ومحترمه. يلا قدامي غرفه الشغاله. امش لا تناظرني. هلا والله بالغرفة البطلة. يا سلام انواع الفلة وحمام بعد. يا سلام سرير نفرين اتحداك يا عموري. حيل انواع الفلة في الأمة هنا بالحالي. يجي احلى نوم الحين. والعيال خلهم هنا. يصح الشنطة. هلا بالمغبر. ها بقي ما هتمك كده. اصعب كلامك قال يا تقصى. اقول تهدي لك يا بابا زنفور. طيب مالك؟ كفو يدك كفو يدك. اقول لك يا فقي وخر عني اعطيك بوكس اكسر سنونك. ياسر وش السالفة؟ اي سالفة؟ شكوش وش عنده فاصل على كفتة؟ وش فصلوا يا ابن الحلال؟ ما حد فصل ولا شيء. تستهبل انت؟ ما تسمعهم يتهاوشون من اليوم؟ يا ابن الحلال لا تهاوشوا ولا شيء، يتوهم لك. لا انت شكلك راقد. اقول ريح ريح بس، انا بروح اشوف سالفتهم، اوكي؟ اوكي. ارقد. سكر الباب. العوب يا راشد. هاي اتحداك تصد هذه. جيبه جيبه. ايه سلامات. وراك فاصل على كفتة. فصلت على كفتة؟ ايه لا يكون يتبلاني ما سويت له شيء. استهبل انت وجهك، توني سامعك تتاوش انت وياه. اهدى من كذا وتعال نلعب كورة انا وانت وراشد. راشد؟ من راشد ذا؟ ولد حارس المزرعة يا راشد. ايه خالي يقول المزرعة فاضية ما فيها احد. يا ابوي قبل دقيقة قاعدين نلعب هنا والكورة تسطحت راح يجيبها. من جدك انت؟ ايوه. من وين راحت الكورة؟ من هنا. همش همش همش. راشد يا راشد. ها مو بهذه الكورة؟ ها وين راشد الحين؟ يا ابوي ايش الهرجة؟ ايش الدم ذا؟ الموضوع شكله كبر لك ورد الخطب. اهدى اهدى وش فيك انت؟ شكلك ما نمت زين. الكورة ذي قديمة واضح من الدم. يا ابوي لازم بلغ الشرطة وخالك يعرف الموضوع. اقول شكش لا تخرب علينا الطلعة، اوكي؟ خل الكورة هنا وامشي يلا. بروح ادق على الشرطة. راح دق على الشرطة. لا يكون يسويها ذا بس. هذه سيارته يطقطق علينا؟ ما عليك منه اسحب عليه بس همش. بدك على من انت؟ بدك على الشرطة يا حبيبي. دق على كفتة شوف وينه. يا ابوي موضوع الولد اللي انخطف.
سلامات. انت للآن موسوس الى بكره كمان يا ولد، دخلنا في مصيبه. يا حبيبي اركض، احنا طالعين نستانس، ما احنا طالعين ننفس على بعض. هذا مقلب وهذا موسوس. اهدى يا اخي اهدى، ما لها داعي الحركات دي. هذا اللي يطلع مع مبزرة. ياسر ياسر ياسر، ترى نخش في مصيبة كبيرة. الشنطة الشنطة يا هو تعبان يا عيال تعبان. الشنطة كنت ألعب مع ولد حارس المزرعة اسمه راشد، كل لعب فجأة الكرة تسطحت. الشنطة يا عيال راح يجيبها، الولد اختفى ولقينا الكرة مفقوعة وعليها دم. انت معايا ولا ايه؟ تعبان يا عيال. ايه سلامات، من اللي ماخذ الشنطة اللي بالغرفة؟ شنطة؟ انت جايب لي شنطة؟ تستهبل انت؟ الشنطة هذه خالي قال تجيبها المزرعة وتجي. يا عيال بلا مقالب. يا عيال تعبان. انت ايش فيك انت؟ يا ابوي خليه مو وقته. زارف يا ورع. مسوي تعبان علشان تزرف الشنطة؟ هذه ما بحركات رجال. افا بس يا ياسر افا. يا عيال تعبان تكفون. وربي ما لك داعي، خوينا تعبان تسوي معاه كذا. لا يا شيخ، تعبان وهو زارف الشنطة. مين قال لك انه زرفها؟ ما شفته حاطه تحت راسه. صحة خوينا اهم. وكيف الحين؟ كويس. اقول له نروح مستشفى ما يبغى. خله بكيفه. الله يعطيك العافيه يا خاله، ما قصرتي تعبناك معنا. تعبك راحه يا ولدي. بس عندي سؤال، عامر ليش يقول ما في الا احنا في المزرعه؟ عامر الله يهديه، ابيك توصل له بس رساله واحده. وش يا خاله؟ قل له يترك الشنطه اللي معه، ولا ترى ابو راشد ما راح يخليكم تطلعون بخير. ها هذا مو بصوت كفته؟ الا والله صوت كفته. ها ما قال مشيت؟ الا كفته كفته والله كفته. يا كفتة عامر. تبغى تنقذ خويك؟ اعمل بالأسباب واكسر الباب. من اللي سوى بك كذا يا كفته؟ ابو راشد وزوجته خطفوني وجابوني هنا وربطوني. ايش سويت لهم؟ ما سويت لهم شيء. طب ليش خطفوك؟ شوف الرساله يا عامر. تتوقع مين اللي كتب هذه الرساله؟ أكيد شخص له علاقة بالشنطة. يا أمي يا أمي، اترك الشنطة دي امتحنتنا
والله ما اتركها. خالي قال لا تجي الا معك الشنطه. ارجوك يا عمري اترك الشنطه خلينا نروح البيت. لا يا شيخ الحين ارجوك، ستعرف تتكلم وانت بالاستراحه ما تعرف تقول كلمتين. والله ما اروح الين ما اخذها. يا عيال البومه تعض. ايوه تجي معي عادي؟ لا. يا عيال عامر شكش كفته وين ذولي راحوا؟ يا عيال يا عامر يا شكش يا كفته في عشاء ولا ايش السالفه؟ جوعان. هذه شنطة خالي تكفين أبغى أخذها واستلم واجهتي. ها اتفقنا يا عيال؟ عيونها تخوف. بسم الله. ولا كلمة ولا كلمة. باخذ الشنطة وامشي. اوكي بوما يا بوما تكفين خالي قال لي لازم ترجع الشنطة. شنطة خالي دي ما تفهمين انتي؟ شنطة خالي. امشي ياسر امشي 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 بسرعة. عامر تكفى اترك الشنطة هذه. ما بون انت، خالي يقول لا تجي معك الشنطة. يا عبيد فكر لنا الشنطة دي، هي سبب المشاكل. يا عيال خالي ما يعطيني المزرعة بعد كذا، هو وصاني قال رجع الشنطة معك. يا امي ابغى اروح بيت انا. يا عيال وش فيكم قلبتوا مبزرة؟ خلكم رجال خلاص دزيناها. اسمع يا كفتة شغل السيارة وانتم افتحوا الباب وانا معكم. يلا امي يلا. عيال هذه وش؟ بوما بوما ما عليك خويتي. استلم واجهتي اوكي؟ احنا بننحاش لا تقولين لي ابو راشد. شفت كويسه؟ يلا دزها يا كفته امشي. نكبني يمه، اعطاني مفتاح مزرعته قبل امس، ويوم رحت انا والعيال بغى يجيب فينا العيد. بسم الله عليك، ما انت بصاحي؟ خالك صار له اسبوعين خارج المملكه، ومن شوي متصل علي يقول انه بيرجع بعد يومين. الله يرجعه بالسلامه، والله يشفيك. اجل من اللي اعطاني المفتاح؟